فوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية بومرداس أن تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي سيمتد في السنة الخامسة ابتدائي وسيكون كتاب جديد خاص بالمادة. هاجوز ليلف. بعنوان وبرسم الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله ستمتد دراسة هذه المادة السنة الخامسة من نفس المرحلة التعليمية، وبذلك سنكمل مسار هذه المادة الجديدة المنصبة على مدار 3 سنوات في التعليم الابتدائي. كتاب جديد سيكون في المتناول قريبا جدا إن شاء الله للغة الإنجليزية. وقال وزير التربية أن عملية التحاق وتسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس ستكون آليا، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات لوزارة الداخلية، مشيرا بأن عملية رقمنة تسجيل التلاميذ الجدد في الابتدائي ستتم حصريا عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية. سنة الابتدائي هذا العام، التسجيل الابتدائي تسجيل في السنة الأولى ابتدائي ما بقاش يروح للمؤسسة تسجلوا. احنا عندنا قاعدة البيانات اللي موجودة في وزارة الداخلية اللي فيها كل أبنائنا، كل المواطنين الجزائريين، وفيها أبنائنا اللي تاريخ الميلاد تاعهم 2018 اللي هما العام الجاي يدخلوا. احنا ما ننتظروش يجي الولي، كل من أدركته السن القانونية للتمدرس احنا كاين تسجيل مسبق ديروا الإدارة حتى قبل ما يديروا الولي. الناس كلها راهي مسجلة، حتى اللي كان متردد ولا معطل احنا اللي نحوسوا على الأول، وراح تكون بصفر ورق وراح يسجل. يعني واش بقى للولي يدير؟ انه يخير المؤسسه اللي يحط ولده ولا بنته فيها. انا اللي لحقت هذاك السن راهي مسجله، يبقى الولي اختيار المؤسسه تاعو، يخير يشوف البلديه تاعو، يشوف المقاطعه اللي يسجل فيها ويسجل ولده من بعد، باش ربما يزيد يحمل وثائق تاع عندها علاقه بالدفتر تاع الصحه تاعو، ولكن ما يتنقل. وحتى اللي ما يسجلش حنا راح نحوسوا عليه، لانه عنده التسجيل المسبق تاعو الي بين قطاعي الداخليه والتربيه. هذا واكد وزير التربيه الوطنيه عبد الحكيم بالعابد انه يوجد عده طرق للقضاء على مشكل الاكتظاظ بعيدا عن بناء مؤسسات تربويه جديده، وذلك عن طريق المدارس الخاصه. رانا نديروا في عمل باش نعودوا نلقاو حلول اخرى باش ما نعودش نروح للبناءات بزاف. ابتداء حتى النتائج المدرسيه عندها دخل في هذا الامر. باساج من عام لعام عنده دخل في هذا الامر. احنا عملوا البرك في التحضيري. في التحضيري كي درنا الرقمنه الابتدائي راح من الاقتدار التعليم الخاص. اكيد. يقدر يكون قيمه مضافه كبيره، يخلي شويه يبتعد شويه عن المقاربه الماديه ويشارك، لانه المنظومه التعليميه تاعنا منظومه واحده. تعليم عمومي تعليم خاص راه كله في منظومه، نفس البرنامج نفس الاهداف نفس الغايات. وبالتالي حتى التعليم الخاص لو كيخرج القانون الجديد تاعو هاليامات عنده دور كبير في التعليم. لازم يروح يشوف وين كاين الضغط ولا لا، لازم يخضع للخريطه المدرسيه. وزير التربيه الوطنيه عبد الحكيم بالعابد انه تم اعتماد مقاربه جديده في امتحان تقييم المكتسبات لمرحله التعليم الابتدائي في هذه السنه، خاصة وأن نتائج السنة الأولى متوسط عرفت تحسنا مقارنة بالسنوات الماضية. الكل مشكور على هذا المجهود، وسنخوض إن شاء الله هذه السنة هذا الامتحان بمقاربة جديدة لكن بنفس الأهداف وبنفس المقاصد. ولن أفشي سرا إن قلت لكم وأنتم على علم وأنتم أصحاب العلم أنه في هذه السنة، السنة الأولى متوسط نتائجها كانت أحسن بكثير نظرا للمعالجة التي تمت في بداية السنة، والتي كانت ترتكز على التحاليل والقراءات التي تمت برسم هذا الامتحان الجديد. وأشار وزير التربية أن استئناف الدراسة للفصل الثالث ستكون يوم 7 أبريل، وأن البرنامج الدراسي سيسير بوتيرة حسنة. إن شاء الله في يوم 7 من الشهر الجاري ستستأنف الدراسة. ويسرني ويسعدني أن أدلي لكم أنني لاحظت في خلال زيارتي لبعض الولايات أن دروس الدعم هذه السنة كان عليها إقبال كبير
كذلك لاحظت أن البرامج